السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع الشيف ناصر. النهاردة انا باكل اكلة ارداحي خالص، ما فيهاش لا لحمة ولا طيور ولا زفر. انتوا عارفين طبعا كلمة زفر يعني ايه. النهاردة انا باكل ملوخية. عشان تتاكل الملوخية صح لازم تتاكل بعيش مش برز زي ما بياكلوها اهل البندر. احنا ما بناكلش الملوخية الا بعيش، والعيش بنعمله اللقمة بتبقى ودن قطة زي ما انت شايف كده، ناكل كده بتبقى ودن قطة. اشهر مثل بيتقال عن الملوخية بيتقال ايه بقى؟ ملوخية وعيش لين يا خرب بيتك يا مزين. ايه البتنجان؟ البتنجان اكلة مصرية بيسموه في السودان الاسود بس كده. ناس تنطقها باتنجان، ناس تقولها بتنجان، ناس بتقولها، المهم انها في الاخر لازم يبقى فيه جان. وتشهر قوي ان كلمة ده فلان ده بتنجان خالص، ده فعلا لانه كان الجنون بيزداد في موسم البتنجان، فطلعت فكرة ايه ده فلان ده بتنجان خالص. ايه بقى المثل اللي جه في كلمة بتنجان؟ قالك القدرة كانت ناقصة بتنجانة بقت طفحانة مليانة وطفحانة. الخص مشهور قوي، الخص بالذات في الايام دي وبالذات في شم النسيم. الخص بيتقال عليه ايه بقى في المثل؟ خص خص يا يا ملوخية خص خص. لو مش عايز تبوس وبس كتر من اكل الخص. خص دي بقى الشكشوكة. الحقيقة ان انا قعدت طول عمري اقول عليها عجة، وفي الاخر لما تعرفت على مراتي قالت لي لا دي ما اسمهاش شكشوكه، العجه حاجه تانية بتبقى قرص كده وناشف، لكن دي الشكشوكه. الشكشوكه عباره عن ايه؟ كلنا عارفينها، صلصه وتحط فيها بيض، سهله ايه؟ مش صعبه. في امثله عن الشكشوكه؟ الحقيقه ما اعرفش بس ابقى ادور لكم عادي يعني. معاكم الدكتور ناصر سبله من الاكل الارداحي، وحلقه النهارده اللي من غير زفر. لو عايزين يوصل لكم كل جديد اشتركوا في قناة لسان أهل مصر، اعملوا لايك وشير، وألف هنا وشفا.